بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي المسائل الأربع. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكان درس مزسلا بلان برقالي ده بس تورت مسألة هذه قابر جنبولدي. نعم ذكرنا المسائل الأربع، الأول العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. بس أي تبوت كان هذيك تورت مسألة بو برينس علم أولش لك، إكينس عمل قلش لك، وشنس بنجي دعوة قلش لك، تورتنس صبر قلش لك. معناه شو تورت مسألة دور. والدليل عليها سورة العصر. معناه شو تورت مسألة يا عصر سورة سد دليل بلاده. وأخذنا أن الصبر على ثلاثة أقسام، على طاعة الله وعلى معصية الله وعلى أقدار الله. وبزاي تبوت كان إذا جانا صبر وش قسمي بولنا برينس الله هنا طاعة ده صبر لي بولش بردوام بولش إكينس الله هنا معصية دن حرام قيان نرسل رجع حرام قيان نرسل رجع صبر لي بولش لك وشنس تقدر ده صبر لي بولش لك. نعم الآن ندخل في القسم الثاني المسائل الثلاثة. عند بس كتابنا إكينش قسمي قوتامس إكينش قسمه وش مسألة حق ده جبر هذا. نعم قبل أن ندخل في هذه المسألة الثلاثة نعرف التوحيد، ما هو التوحيد شرعا؟ بوم أش مسألة أورجانشتن ألدن بس لبلن توحيد حق ده أزجنا بحصير تمس. لأنه قد يسألك سؤال يقول هل أنت موحد؟ تقول نعم أنا موحد. يقول ما هو التوحيد؟ شو كبر أدم سيدنا سورة قال شو ممكن سيز توحيد كيش ناسنا سيز موحد مسز بس هم موحد مندي سيز. أكيد بس ناطور جواب بيرب قارش ممكن شو يمكن بس ألتن أورجان قارش مسكرة. تقول التوحيد وأفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. توحيد يعني معناه يعني الله تعالى يلغز وبرد بإتقال قارش لي. نمدا الله تعالى نما خاص بس. الله تعالى نما خاص سك. إيش نرسة خاصتر؟ ربوبية صفاته، ألوهية. وأسماء وصفات الله تعالى اسمه وصفات لرده يلغز دب إتقاد قلش لك. نعم توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد الربوبية ربوبية توحيد بسبب الله تعالى صفات لرده يلغز دب إتقاد قلش لك. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا تصرف أي عبادة إلا لله. ألوهية توحيد بسبب بو إبارتنا فقط الله تعالى قلش لك بلاده. الثالث توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. اسم وصفات لر توحيد بوسا الله تعالى اسم صفات لر ده ونشيري يوق تنسيز يوق وأخشاش يوق دب إتخاذ قلشري بأن نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. حقيق بو توحيد الأسماء والصفات نين حقيقة شندكي الله تعالى وزن قندي أتجن بوسا ورسول الله وزلرنا سنتلرده الله نقندي صفاتلر اسملرنا أتجمع بزلر وش صفاتلرنا بس هم إثبات قلش ليمس. وننزه الله سبحانه وتعالى مثلة الخلق. والله تعالى أخشاش يوب ومخلوق لرجع أخشى ما يدب إثبات قلش ليمس. ونفي كل ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى وزدان ورسول الله صلى الله عليه وسلم سنتلرده قيسي كبر صفاتلرنا الله تعالى دان نفي قيام بس يعني يغضب أتجمع بزلر. وشلرنا بس هم نفيق ليش ليجمس. نعم ما هي المسائل الثلاثة؟ عند بو كتاب كنت قسم ديجي 3 مسألة نما. المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات. 3 مسألة نين برينس شو هكذا بردكي بو الله تعالى رب يعني يلغز يرتوشي وصفات لرده يلغز دب يتخاط قلش لك و الله تعالى اسم لرده وصفات لرده يلغز لش بو برينس مسألة. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي ولا ولي ولا جني ولا صالح ولا غير. إكينش مسألة شو حق ده بولادكي بو فقط عبارتلارنا فقط الله نوزيق قلشلك و الله تعالى هيج نرسانا شرك كيلتر مسلك حق ده بولادر. يعني هيج بر ذات هيج بر مخلوق شرك قلشك يرميلي. مال پیغمبر بوسن، مال فرشته بوسن، هیچ قایس بره شرک قلش که اولر یرمیده. نعم، المسألة الثالثة البراءة من الشرك أهله. المؤمن يحب حب كامل والكافر يبغض في الله حب بغض كامل. چون چه مسئله شو حق داره دیکیو؟ الولاء والبراء. يعني الله تعالى چون محبت لشش و الله تعالى چون یمان کورش لیک. يعني مسلمان کی حقیقی یخش کرده؟ وكافر بس يمنكر رد الله شن. فكيف
يكون التعامل مع غير المسلمين مع اليهود مع النصارى مع المجوس نعم اگر biz musulmonni yaxshi ko'radigan bo'lsak va musulmon bo'lganlarni yomon ko'radigan bo'lsak endi ular bilan qanday muomala qilishimiz kerak bu haqida ham so'z yuritiladi انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين مع الكفار مع اليهود مع النصارى الى طرفين ووسط haqiqatda bu musulmon emas ya'ni yahudiy va nasroniylar bilan bo'lgan muomalada odamlar uch qismga bo'linib ketishgan bir qismi ikki tarafda va bir qismi o'rtada na'am qism yata'arrad lahum bil qatl was-sab wash-shatm wat-tafjir bir qismi bo'lsa bu hamma kofirlarni musulmon bo'lmaganlarni hammasini o'ltirish kerak portlatish kerak deb shunday fatvo chiqarib hammasini shu e'tiqodda ular وقسم يشاركهم في اعيادهم وفي احتفالاتهم في طقوسهم وفي لباسهم yana bir taraf bo'lsa buni qarama qarshisi ular o'sha xristian yahudiy bo'lganlar bilan birgalikda hamma o'sha qanday bir bayramlari bo'lsa qanday bir odatlari bo'lsa hammasini birgalikda qilishadi bir tomonni o'ltiradi bir tomon bo'lsa birgamiz deydi وقسم يتوسط وهو الحق va bir qism insonlar borki bular o'rtada ya'ni bu tomon ham emas bu tomon ham emas la yata'arrad lahum la bil qatl va la bis sab va la bis shatm yafi lahum bil uhud mana shu o'rtada bo'lganlar bular haqdadirlar va ularning e'tiqodi shuki ularni o'ltirish mumkin emas ularga ahd vafo qilingan bo'lsa ahd vafoda biz sobit qadam turishimiz kerak va ma'a hada la yusharikum fi iyadin va la fi ihtifalatin va shu bilan birgalikda ularni bayramlarida shirki e'tiqodlarida va ularni odatlarida shunga o'xshash diniy bir ma'nodagi agar ularda odatlari bo'ladigan bo'lsa ularda biz ishtirok qilmaymiz yad'uhum ila al-islam shu bilan birgalikda ularni islomga da'vat qilamiz yata'amal ma'am fil bay'i wash-shira ular bilan biz oldi sotdi aloqalar qilsak bo'ladi نعم هذه المسائل الثلاثة وشو ايش مسألة ما نشلنا الإبارات در نعم والله أعلم الله يعشر أبلاد والله أعلم